عمرك يا فيصل ما تخسر في المطبخ، لكن اليوم ما ندري ايش بتسوي مع سلطان البريك. حدثني يا فيصل ايش اللي حاصل؟ الله خلع على الله، هنا ما عاد كل شيء على الله. طقطق بالاخلاق، والله ما باقي الا طقطق بالاخلاق. وايش شوي اخلاق بس بس يعني ما اخلاق، ممكن يدوبك ها على وشك خلاص. يعني فيصل صارعني، ممكن توصل معك تضرب احد يعني بسبب الاخلاق مش بسببك انت؟ تصدق ممكن ممكن صح ممكن. وترى ما تلام لانه ايش مش بارادتك انت صح؟ لا. بإرادة اخلاقك هي اللي ودتك لانك تضرب الشخص ذا، وبعدين من اللي وصلك يا في تفاصيل كثيره ما نبغى ندخل فيها يا جماعه. استنى خالد ما تلام حبيبي، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. بس انت يبدو انك خلصت. انا صدق شويه بس ترى المتسابق مهما كان ساعة. انت نايم كم لك نايم من متى الحين بالضبط؟ ايه 36 دقيقة. 36 دقيقة نعمة. وين نعمة وين؟ غيري ما حصلها. خذ راحتك خذ راحتك. لا وترى النوم الطبيعي في اليوم من 6 إلى 8 ساعات. صحيح. الرجال باقي يعني لها الآن 36 دقيقة نايم، خلوه نايم ولا حد يزعجه ولا حد يقول له شيء حرفيا، لأنه نايم من زان نومه زان يومه زان يومه. أعزائي المشاهدين، وهذه رسالة لك عزيزي المشاهد، لابد أنك تنام. يقول لك المعدل الطبيعي للإنسان الطبيعي إذا 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 وصل أربع أيام تموت جزء كبير من الخلايا في مخه، إذا وصل أربع أيام صاحي، إذا وصل ثمان أيام خلاص يفلسع يفلسع. صحيح. نسأل الله له السلامة. أمين. فيعني المتسابق لابد يرقد عشان إيش؟ عشان يكون إنسان طبيعي. ولا انتم انا ماني عارف يعني انتم تطالبون المتسابق يقدم كل الفقرات ويروح ويجي هو صاحي ونايم هو صاحي صح. لازم ينام اكيد. نرجع انا وياكم اعزائي المشاهدين كما ترى امامك الان هذه طبق فيصل الحازب اللي صراحه اليوم قدر الفقره وقدر الجمهور وقدر الشيف حتى لو انه نايم، لكن على الاقل لبس هو نايم وجاه نايم وقدم هو نايم، على الاقل انه ما قصر يعني، احسن من الشباب اللي صاحيين وفي الغرفه نايمين صح تعبانين وتعبانين وبرايمين وبرايمين ولا ودهم يحضرون مع سلاطين. يعني الامور واضحين، يعني ما احنا نخبي على بعض دين، كلنا مساكين وكلنا مساكين. نعم نروح ننتقل انا وياكم اعزائي المشاهدين بس لموشنا اعزائي المشاهدين يا مخرج. ليش؟ لانه المتسابقين نايمين، فلازم ما تزعج المتسابق حتى لو انه في فقره، حتى لو ان المتسابق يشوفك او يشوف نفسه قاعد يطبخ ولا قاعد يسوي كل اللي قاعد تشوفه الان يسويه المتسابق هو نايم. حبيبي يا سلطاني اجمل نايم في البرنامج، مساك الله بالخير، طمني. طيب وانت نايم طمني لا تشغل نفسك. طيب انا جاهز طيب حالك. والله الامور طيبه. ها تعرف تتكلم حساوي سلطان؟ بس بنضرب. تحس ودك تتكلم تعرف تتكلم حساوي؟ اي بس بشوي لانه المتسابق نايم. عمرك شفت نايم يقول لك يلا انا حاضر؟ بيقول لك اصبر شوي لين اصحى. صح صوص رانش شوي. الصوص رانش، هذا الصوص رانش. اعزائي المشاهدين متسابق هو نايم يبحث عن الصوص. عمرك شفت متسابق نايم يبحث عن الصوص ولا يحصل؟ هذا صوص الرانش. هذا اعزائي المشاهدين علم كل النايمين هذا صوص الرانش. سلطان والله بالحساوي ممكن نسمع كلمتين بالحساوي؟ لا لا سلطان لا ممكن يا رجل. لها طريقه فتح بعلمك. انا داري لها طريقه فتح مو بسكين ارجوك. الناس تشوف ان الاطفال يشوفون الان، هل حمل السكين على الهواء هو شيء صحي؟ خليني اخلص خبزتي. طيب انت ايش بغيت الان؟ بفتح لك اياها. لا مو بالطريقه هذه. عمر العنف ما كان حل لكل النزاعات، لكن حل مع صوص الرانش. ابغى المتسابق يصحى من نومه، ابغى المتسابق يصحى من نومه، ابغى يصحصح، ابغى يصحصح السلاطين. السوبرمان، عمرك شفت السلطان السوبرمان ينهزم المطبخ؟ مستحيل. كل الانهزامات كان ما فيها مظلوم، لكن اليوم انا اوعدك وعد اعزائي المشاهدين، اوعدك وعد اعزائي المشاهد، عزيزتي المشاهد، احنا في نهايه البرنامج.
ولد ولد ولد. لكن سلطان البريك اليوم بيحقق الفوز. شوف انت بنصحك عزيزي المشاهد والله قفل التلفزيون ولا تتابع، لان اليوم بصايح والله. انا بصايح صح؟ لا لا يعني بقعد اسولف وصايح، لانه صراحه اول حاجه البرنامج قرب ينتهي، ولا بد نعطي كل اللي عندنا في هالفقره، ولا بد المتسابقين يعطون كل اللي عندهم. لا بد انك تكلم اجيب ملعقه شباب. يا ملاعي يا شباب، والله العظيم انها اللي قاعد يحصل خطا. متسابق تتهم الفقره بنقص اغراضها، هذا غير صحيح. عشان ما نوصل مرحله الضرب هذا اللي تقول انت، مرحله الضرب ترى مرحله بسيطه. عمرك شفت واحد انضرب ومات؟